فين ايش بقي؟ خلاص اروح خلاص اذا خلاص لا اروح ولا باقي شغل؟ لا قال مزاين الكتب. مزاين الكتب اول شيء طبعا المسموعه ولا احنا دمجناها اليوم على اساس توفير الوقت. اول شيء للدكتور القدير حييه والله حيي هذا الرجل ساجد العبد اللي بلغك التحيه ويبلغ مشاهديه هلا بالعرفج. اليوم كلمته واعطاني قصه تبب تاليف هذا الكتاب والحقيقه بيني وبينه مشتركات، انا اتفق معه بالفكر وايضا كلنا خريجين من برمنغهام، انا وياه واخذنا الدكتوراه بس هو في تخصص من جامعه واحده. كتاب اقرا، شوف هذا الكتاب يا ابو سعد انا لازم ان شاء الله بسوي جلسات عمل وبالضمنها من دار التربيه الاجتماعيه فن القراءه نحط هذا نقاش. اولا هو قال لي سبب التاليف، قال لي احمد انا عشت في بريطانيا في جلسات يسمونها جلسات القراءه الجماعيه، يعني مثلا نتفق الاسبوع الجاي نقرا كتاب المهمل من ذكريات طالب تنبل للعرفج، انت تقرا والجلوس هذا لمدة ساعة اللي يسمونها مجامع القراءة هتعطيك معلومة، لأنك لما تسمع أنت الكلام غير لما تقرأ يرسخ في الذهن. هنا ركز على هدف أهداف القراءة، ماذا أقرأ ومتى أقرأ وكيف أقرأ، تكلم عن تقنيات القراءة، يقول لك الكتاب ما عجبك لا تقعد تغصب نفسك فيه، ارمي لك، أنت بتعلم نفسك قراءة. أهداف القراءة في من يقرأ للتصحيح، في من يقرأ معاملات، في من يقرأ للتسلية مثل الرواية، في من يقرأ زي العرفج وظيفة عشان يطلع مقالات مش عشان يستفيد. أيضا هذا بالنسبة سبب التأليف، قال إني لما شفت التجربة في الغرب أنشأت وأنا أعتقد أنه هو من أوائل من أسس مجاميع القراءة في الوطن العربي بالذات في الخليج. أيضا الكتاب المسموع اللي هم سووه برنامج كن مثقفا هذا على إذاعة الكويت، نحيي هذا وأتمنى المشاهدين والمشاهدات أنهم يدخلوا يكتبوا برنامج كن مثقف في اليوتيوب تطلع لهم كل الأشياء هذه. هو تكلم أيضا عن نقطة مهمة يا أبو سعد، تكلم عن تجربته في القراءة وأنا أحترمها، بس لو رحت للعقاد أو رحت للعرفج حتلاقي تجارب، هي كل واحدة تجربة طبعا. وما ممكن تحط تجربة على الجميع. اتكلم عن لحظة جميلة في الإنجليزي يسمونها آها مومنت. آها مومنت إيش هي؟ إنك تقرأ كذا وتلاقي عبارة قد تغير حياتك، كل حياتك تغيرها عبارة، تقول أثر الموضوع كذا وتغير، يسمونها آها مومنت، لحظة التحول في حياة الإنسان. أنا أيضا حمر بعجالة على اتكلم أيضا عن قال انه الكاتب الذكي هو اللي يخلي قارئ ذكي، كيف انه يعطيه بعض الاشياء انك انت تفكر. مثلا هو يقول انه الدكتور عبد الكريم بكار يقول افضل الكتاب هو من يجعل فراغات معرفيه في السطور بحيث انه يقارئ ذكي. انا اليوم كلمته قلت له انا تمنيتك يا دكتور ساجد تحط مثال، قال عطني مثال يا احمد، قلت له برنارد شو يقول عندنا في بريطانيا ثلاث انواع من النساء، عندنا المراه الذكيه والمراه الجميله والاغلبيه. مين الاغلبيه؟ التي ليست جميله وليست ذكية. هنا أنت تخلي القارئ يفسرها، هو ما فسرها، أنت تفسرها. المرأة الذكية والمرأة الجميلة والأغلبية. هو سكت برنارد شو. الأغلبية من هم؟ طبعا أكيد لا ذكية ولا. قال لي أحسنت وطلع الجوال وكتب ذا، قال لي أوعدك في الطبعة الجاية أن أحط، قلت له دائما لما يكون في شيء تحط مثال. هذا الكتاب موجود في السوق ولا أبغى أحد يتسلطح عليه ويقول أبغاه، فأرجو أنه أكمنته. بدأوا في عبارة جميلة تكتب بماء الذهب، في مثل أمريكي يقول إذا أردت أن تسعد إنسان فحبب له القراءة، اقرأوا يا قوم فمسكين مسكين مسكين من لا يقرأ. جميل يا دكتور. لا فضة فوق عبارة الأسبوع. أيوة عبارة الأسبوع. شوف يا أبو سعد احنا تسمعها دائما هذه العبارة، ربنا افتكروا. شوف ابن عثيمين الله يرحمه سؤال عن العبارة دي، أنا أعتقد أنها قبل أقول كلام ابن عثيمين فيها قلة أدب، بمعنى أنه كان الله ناسي. ابن عثيمين يقول إذا كان هذا قصدك أن الله ناسي العرفج وافتكره في الموت فهذا كفر، لكن إذا قالها على سبيل الجهل، الجهل كفر كذا، هذا كلام أيوة. كفر، لا أنه كان الله وما كان ربك نسيا والله وربك لا ينسى ربي أيوة، لكن إذا قال على سبيل الجهل قول يا أخي الله أخذ أمانته، الله أخذ إلى رحمته، الله أخذ إلى جواره، انتقل الرفيق الأعلى. أنا أعتقد في عبارة أفضل من ربنا افتكره ولا لا؟ طيب يعني لو اموت بكره حتقول العرفج ربنا افتكره؟ لا قول الله يرحمه. اي قول الله يرحمه. لا وطلع طبق بيض قل عسى ثواب واجر لحمه، ايش اللي بس كذا قول الله يرحمه؟ انت الحين طالع من دور الاربعه في المباراه اللي تخطوها تاريخيا. لا طبق والله بيض. طلع ايش تبي تطلع عني؟ عشاء رمضاني؟ عشاء؟ لا نذبح لك كل الانعام. اي بس قل عسى ثواب واجر لحمه، مو تقول الله يحييكم. الله يحيي السبب اللي جمعكم وهو موت العرفج. لا ازهل بعليك انت بس موت وشوف. طيب.